بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن الانزيمز. الانزيمز يعني الانزيم. لو رسمنا رسمه كده هنعرف منها الديفينيشن بتاع الانزيمز. عباره عن كوبايات فيها كولويدال سوليوشن وفيها بروتين النيتشر كده والهيت. ورسمت هنا خليه، حطيت جنبها صح وغلط، وحطيت هنا 2 اتش، زودت كلمه واحده بس في الاول، اورجانيك كاتاليست. ده الديفينيشن بتاع الانزيمز. طيب يعني ايه الديفينيشن ده بتاع الانزيمز؟ الديفينيشن ده بيقول ان الانزيمات عباره عن اورجانيك كاتاليست. يعني ايه اورجانيك كاتاليست؟ كاتاليست يعني محفز للتفاعل الكيميائي. اورجانيك عضوي يعني مش اي تفاعلات، التفاعلات العضويه. يعني هو محفز للتفاعلات العضويه. بيبقى بروتين النيتشر، الكره دي يعني بروتين، بيبقى بروتين النيتشر. موجود في كولويدال ستيت يعني في محاليل معلقه. الاثنين اتش ان هو هاي موليكولار ويت، لازم يكون وزنه كبير. وهيت لاباين يعني الحراره بتكسره. هيت لاباين يعني لو سخنته هيحصل له ديناتوريشن وهيبوظ. اما الخليه اللي جنبه دي اللي جنبها علامه صح وعلامه غلط، فالصح هي ان هو بيشتغل انسايد ذا سيل جوه الخليه. اما الغلط ان هو بيشتغل اندبندنت اوف سيل. يعني ايه؟ يعني البنزين ده بيشتغل جوه الخليه بس من غير ما يكون ليه علاقه بالخليه. وبالتالي لما نيجي نبص على تعريف الانزيم كده هنقول ان هو عباره عن اورجانيك كاتاليست، محفز للتفاعل الكيميائي، بروتين ان نيتشر، موجود في كولويدال سوليوشن، هيت لاباين وهاي موليكولار ويت، بيأكل انسايد ذا سيل، بيشتغل جوه الخليه ولكن اندبندنت اوف سيل من غير ما الخليه تاثر عليه. بالنسبه للانزيمز لازم نعرف شويه حاجات عن الانزيمز. جنرالي كده بصوره عامه اي تفاعل كيميائي بيبقى عامل ازاي؟ اي تفاعل كيميائي معانا عباره عن ايه؟ عباره عن سبستريت. السبستريت ده بعد بي تي سام اللي هو تفاعل رايح على فين، وفي النهايه البرودكت او الناتج النهائي. بيبقى على السهم هنا حاجتين، الانزيم اللي هو بيحول اصلا او بيشتغل، ولو في موجود كو انزيم او عامل مساعد للانزيم بيبقى كمان موجود. السبستريت ده الماده المتفاعله اللي هي بتتكون او بتتحول الى برودكت، والبرودكت ده الناتج اللي بيجي من السبستريت. والانزيم هو الماده اللي احنا قلناها من شويه اللي كانت كنا عملناها انها بروتين النيتشر هيت لاباين وهاي موليكولار ويت، وقلنا انها بتشتغل جوه الخليه ولكن اندبندنت اوف سيل. المهم الانزيم هو عباره عن الماده اللي بتحول السبستريت او اللي بتساعد في تحويل السبستريت الى البرودكت، في حين الكو انزيم هو المساعد. كو يعني مساعد، اللي بيساعد الانزيم. طب بيساعد الانزيم زي ايه؟ ابسط مثال عليه النقال اللي بيشيل. النقال اللي بيشيل بيساعد الانزيم، قد يكون مثلا النقال بيشيل هيدروجين مثلا، او ممكن يكون بيشيل حاجه ثانيه اصغر حاجه ثانيه غير الهيدروجين. لو النقال ده بيشيل هيدروجين مثلا هيبقى حاجه زي ايه؟ ممكن يكون عندي حاجه زي الناد والفاد. دول الاثنين نقالين كده بيشيلوا هيدروجين، بيخشوا في التفاعل ناد وفاد ويطلعوا منه ناد اتش بلس اتش او ناد اتش 2 كده، ونفس القصه بيطلعوا فاد اتش 2، وبالتالي فدخلوا طلعوا شايلين هيدروجين فيعتبروا كو انزيمز. او ممكن يكونوا حاجه ثانيه بتشيل حاجه ثانيه غير الهيدروجين، ممكن مثلا زي ايه؟ زي ال دي بي وال جي دي بي والسي دي بي اللي هي السايبرين سايبر فوسفيت وبتاع. كل دول عباره عن ايه؟ ده عباره عن مركبات. المركب ده بيبقى فيه ثلاث ذرات فوسفيت. الثلاث ذرات فوسفيت دول ممكن ادخل المركب اي تي بي واطلعه اي دي بي باي فوسفيت بدل دراي فوسفيت، يبقى انا اخدت منه فوسفيت وبالتالي اكنه دخل عشان يشيل لي فوسفاتات او يحط لي فوسفاتات في التفاعل، وبالتالي دول بيعتبروا كو انزيمز بتنقل الفوسفيت. سواء كان بتنقل حاجات ثانيه غير الهيدروجين او بتنقل الهيدروجين زي الناد والفاد والامثله اللي بعدها. النقطة الثانية، النقطة الثانية اللي لازم أعرفها إن التفاعل ممكن يبقى تفاعل ريفرسبل. يعني إيه تفاعل ريفرسبل؟ يعني تفاعل عكسي، يعني البرودكت بيتحول كمان بالإنزيم يدينا السبستريت. السبستريت ده يبقى كتير، يقول الإنزيم شغلني أنا عايز أتحول البرودكت لأن كمية كبيرة، ينشط الإنزيم يكون البرودكت، البرودكت كتر ما
وشاف التفاعل العكس ممكن يرجع تاني يخبط على باب الانزيم ويقول له معلش احنا كده بقينا كتير قوي رجعنا شويه مننا لسبستريت تاني فينشط الانزيم تاني او يوقف الانزيم انه يتحول للمزيد ويرجع بسكه تانيه يكون السبستريت مره اخرى وبالتالي التفاعل قد يكون ريفرسبل وقد يكون ريفرسبل غير عكسي والتفاعل غير عكسي ده ما بيرجعش فيه يكون الانزيم ما يرجعش فيه يكون السبستريت مره تانيه. سبب تسميه او طريقه تسميه الانزيمز. طريقه تسميه الانزيمز بدات قبل كده لما جم بعض الناس يسموا الانزيمز سموا الانزيمز باسماء ملهاش اي علاقه بالتفاعل اللي هي بتعمله. بمعنى ايه؟ اول ما سموا الانزيمز سموا انزيمات زي التريبسين او البيبسين او غيرها. الانزيمات دي لما اتسمت بالطريقه دي كانت ملهاش اي علاقه بالماده اللي بتتفاعل او بالعمليه اللي بتتم كان مجرد اسماء ليها. ولكن لما شافوا ان الموضوع كبر قوي والانزيمات بقت كتير اخترعوا طرق لتسميه الانزيمات. اول طريقه كانت عباره عن ان انا بحط اسم السبستريت كده وازود له المقطع ايز. زي مثلا لو انزيم شغال على بروتين احط بروت وازود المقطع ايز بقى بروتيز يعني انزيم ايز شغال على البروتين. لو شغال على ليبت هسميه لاي بيز انزيم شغال على ليبت وهكذا. دي كانت اول طريقه للتسميه. جم ناس تانيين بعدهم قالوا لك احنا هنحطها للانزيمات اللي متخصصه شويه هنحط اسم الماده اللي بتشتغل عليها نفسها او اسم الرياكشن اللي هي بتعمله. بمعنى ايه؟ لو الانزيم ده بيعمل اوكسيديشن يعني ممكن يكون شغال على البروتين والليبيد والكربوهيدرات وكل حاجه بس بيعمل لهم اوكسيديشن فاسميه بروتيز ولا بيز ولا ايه؟ لا هو بيعمل اوكسيديشن يبقى هسميه اوكسيديز. بيشيل الهيدروجين يبقى هسميه دي هيدروجينيز. دي بشيل هيدروجين بيز. وبالتالي الطريقه الثانيه كانت على حسب الحاجه نفسها اللي بتتعمل او العمليه اللي بتتم. الطريقه الثالثه الناس اللي حطيتها قالوا لا احنا هنعمل ميكشر ما بين الاثنين خليط ما بين ده وده. ممكن اقول مثلا لاكتيك اسيد دي هيدروجينيز. انا هنا عملت ايه؟ حطيت كل ده لاكتيك اسيد يبقى انا حطيت السبسترين بتاعي واستخدمت الطريقه الاولانيه ما زعلتهاش. دي هيدروجينيز يعني انزيم بشيل بيه الهيدروجين يبقى عملت برضه حاطين اسم العمليه اللي بتتم وبالتالي استخدمت الطريقه الثانيه وما زعلتهاش وعملت ميكشر ما بين الاثنين. في حين الانزيمات اللي اسمها كده اسماء جامده مالهاش دعوه بالسبستريت والبرودكت دي كانت الانزيمات اول لما اتسمت. محتاج دلوقتي اعرف اربع معلومات بالظبط عن الانزيمز. اول حاجه اعرف عشان اتعرف على الانزيمز دي اعرف الجنرال بروبرتي او الخصائص العامه بتاع الانزيم. تاني حاجة أعرف حاجة اسمها السبيسيفيتي أو الخصوصية بتاعة الإنزيمز. تالت حاجة أعرفها الميكانيزم يعني الإنزيمات دي أصلا شغالة إزاي. وآخر حاجة أعرفها هي الريت يعني معدل الشغل بتاعها. هنتعرف على الأربع حاجات دول الجنرال بروبرتي السبيسيفيتي الميكانيزم والريت بتاع الأكشن بتاع الإنزيمز. أول حاجة لو اتكلمنا عن الجنرال بروبرتي بتاعة الإنزيمز هحط تلات كلمات بالظبط كده. الإنزيمات عبارة عن إيه؟ كورة بروتين بنشتغل على ماده معينه. الانزيم عباره عن كوره بروتين مكون من بروتين بيشتغل على ماده معينه. من خلال الثلاث كلمات دول هطلع الجنرال بروبرتي بتاع الانزيم. اول حاجه ان هو بروتين وبالتالي هو بروتين النيتشر. ادي نقطه. النقطه الثانيه بما انه بروتين اذا لو سخنت هيحصل ديناتيوريشن. ديناتيوريشن يعني ايه؟ يعني هيحصل له تشوه هيبوظ. دي يعني بشيل نيتشر يعني الطبيعه الشكل بتاعه. يبقى لو سخنت هيحصل دي ناتيوريشن. طلعت بكلمه البروتين دول بخاصيتين. تاني حاجه قلنا ان هو كوره. كلمه ان هو كوره دي بطلع منها خاصيه ان هو ايه؟ ان هو ممكن يحصل له كونفورميشنال تشينجز. كونفورميشنال تشينجز عشان يلائم السبستريت اللي موجود عليه. طب يعني ايه كونفورميشنال تشينج؟ يعني تغييرات في شكله. يعني هو شكل كوره دخل لها سبستريت على شكل مثلث يروح متشكل بشكل المثلث عشان يمسكه. وبالتالي هنا حصل كونفورميشنال تشينج تغيير في الكونفورميشن او في التشكل بتاعه. دي تاني خاصيه. تالت حاجه قلنا ان هو بيشتغل على ماده معينه. من حته بيشتغل على ماده معينه دي يبقى دي سبيسيفيتي او اللي هنتكلم عنها كمان شويه اللي هي التخصص بتاعه بيشتغل على حاجه معينه مش بيشتغل على كل حاجه. هزود كمان حاجه واحده بس كده ويبقى انا كده قلت الجنرال اللي هي ان هو بيبقى معاه كمان حاجه زي الكو انزيمز ممكن تساعده. والكو انزيمز دي بتعتبر سكندري انزيمز انزيمات ثانويه بتساعد الانزيم الاصلي ممكن تكون بتساعدها انها بتشيلها هيدروجين بتشيلها فوسفيت بتعمل معاها اي واجب. ده الكو انزيمز.
النقطة اللي هتكلم عليها في الجنرال الكوينزايم طبعا اتكلمنا قلنا الأمثلة الكاتالاز والفاد و الاي تي بي وغيرها كوينزايم سي كوينزايم او بعض الفيتامينز زي فيتامين بي 6 بايتين كل دول كوينزايمز بيساعدوا في الجنرال بروبرتي بتاع البروتين وده الجنرال بروبرتي بتاع الانزايمز. طيب لو جينا نبص على السبيسيفيتي او التخصص بتاع الانزايمز الانزايمز بتشتغل بتخصص معين ازاي؟ قال لك في اربع مراحل للتخصص بتاع الانزيم. اول حاجه خالص بعض الانزيمات اللي عندها حاجه اسمها ابسوليوت سبيسيفيك، انزيمات ثانيه بيبقى عندها حاجه اسمها جروب سبيسيفيك، انزيمات ثالثه بيبقى معاها حاجه اسمها ريليتيف سبيسيفيك، وانزيمات رابعه بيبقى معاها حاجه اسمها اوبتيكال سبيسيفيك. يعني ايه؟ ابسوليوت يعني مطلق، يعني شغال على حاجه واحده بس. المثال انزيم كل شغلته في الحياه انه يشتغل على اللاكتيك اسيد، وبالتالي لما اجي ابص على الخاصيه بتاعته اللي هو انزيم اسمه اللاكتيز ده بيعنده ابسوليوت سبيسيفيك، يعني بيشتغل على نوع واحد بس، مع ان في اسيدز ثانيه كتير بس هو بيشتغل على لاكتيك اسيد بس، وبالتالي ده بيبقى اسمه ابسوليوت سبيسيفيك. النقطه الثانيه حاجه اسمها جروب سبيسيفيك. جروب سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني بيبقى انزيم بيشتغل على جروب معين. طب قال لي جروب معين، هم ثلاث كلمات بالظبط، بيشتغل على جروب معين ادي اول كلمه، نوع ربطة معين ادي تاني كلمة، في مكان معين ادي تالت كلمة. بمعنى ايه؟ الانزيمات اللي عندها جروب سبيسيفيك دي بيبقى مش مرتبطة بالآتي، مرتبطة انها بتتعامل مع جروب معين ما بتغيروش، وربطة معينة ما بتغيرهاش، ومكان معين ما بتغيروش. بمعنى ايه؟ لو جيت ابص على حاجة زي البيبسين وحاجة زي التريبسين، الاثنين شغالين على بروتين. البيبسين والتريبسين الاثنين شغالين على بروتين، والاثنين شغالين على ربطه اسمها بيبتايد بوند. يبقى نفس نوع الربطه ونفس البروتين اللي شغالين عليه، ولكن الاختلاف هيبقى بينهم في المكان المعين. هاجي على حاجه زي البيبسين هلاقيها بتشتغل عند الامينو تيرمينال بتاعه الاروماتيك امينو اسيد. الامينو تيرمينال اي ام اروماتيك امينو اسيد اي ام، وكربوكسيليك بتاع الازهر. اما التريبسين بيشتغل عند الكربوكسيليك اند بتاع البيزك امينو اسيد. طب يعني ايه؟ بالبلدي كده كل اثنين امينو اسيد جنب بعض بيبقوا عندهم واحد عند امينو تيرمينال اللي هي فيها امينو ان اتش 2، والثاني عنده كربوكسيليك تيرمينال اللي هي سي او او اتش. نهاية بروتين أو نهاية أمينو أسيد فيها أمينو تيرمينال، وبداية التاني بيبقى فيها كربوكسيليك، وبالتالي الرابطة بالتايب دي بتبقى موجودة ما بين الأمينو وما بين الكربوكسيليك. تمام؟ كل ده عبارة عن بروتين، فالبيبسين بيشتغل على البروتين والتريبسين بيشتغل على البروتين، وبالتالي الخانة دي هي هي. دول الاثنين هم عبارة عن بالتايب بومب، وبالتالي البيبسين شغال على بالتايب والتريبسين شغال على بالتايب، وبالتالي المكان ده هو واحد. الاختلاف ما بينهم هيجي فين؟ هيجي ان البيبسين بيشتغل عند الامينو لما يكون الامينو اسيد ده اهو عند الامينو تيرمينال، لما يكون الامينو اسيد ده اروماتيك امينو اسيد مش اي امينو اسيد، مع الكربوكسيليك بتاع اي امينو اسيد تاني تحطه معايا. انما يجي التريبسين يدور مخصوص على كربوكسيليك ان بتاع بيزك امينو اسيد، ويعمل ربط ويكسر الرابطه اللي بعدها مع امينو بتاعت اي حاجه اي امينو اسيد كده. الديرسين بيشتغل على امينو تيرمينال بتاع الاوماتيك امينو اسيد، التريبسين بيشتغل على الكربوكسيليك اند بتاع البيزك امينو اسيد، والاثنين شغالين على نفس جروب بروتين، والاثنين شغالين على نفس الرابطه اللي بتطلق. ده جروب سبيسيفيك. النقطه اللي بعدها حاجه اسمها ريليتيف سبيسيفيك. يعني ايه ريليتيف سبيسيفيك كده؟ ريليتيف يعني نسبيه، يعني بتختلف. بمعنى لو جيت ابص مثلا على انزيم زي البايبيز، انزيم الليبيز ده انزيم از لايك شغال على الليبر، يعني انزيم شغال على الدهون. اي نعم الانزيم ده شغال على الدهون، ولكن الدهون دي قد تكون تراي استيارين او تراي برمتين او تراي وهكذا. التراي استيارين والتراي برمتين الاثنين ليبر، واللايبيز بيشتغل على الليبر، بس ده مش معناه انه يشتغل على التراي استيارين بنفس المعدل اللي بيشتغل بيه على التراي برمتين، لا، ده بيشتغل على التراي استيارين بنسبه 60% او بيشتغل بسرعه كبيره، ويجي على التراي برمتين مثلا 20% او سرعه قليله، لانه بيحب التراي استيارين، لانه ليه افينيتي مثلا للتراي استيارين،
وبالتالي فالريلاتيف سبيسيفيتي معناها ان الانزيم اللي شغال في نفس الجروب بيشتغل بمعدلات مختلفه على نفس على المجموعات اللي موجوده اللي بيشتغل عليها، يعني بيشتغل على كل دول بس هنا احسن من هنا احسن من هنا احسن من هنا، وبالتالي ده احد انواع السبيسيفيتي الخصوصيه مع المواد دي. الاوبتيكال سبيسيفيتي بقى معناها ايه؟ كلمه اوبتيكال يعني بصري، يعني لما بعدي شعاع ضوء كده في تيست تيوب بيقلب شعاع الضوء ناحيه اليمين بيبقى اسمه ديكستر روتاتوري، ولا بيقلب ناحيه الشمال بيبقى اسمه روتاتوري. بعض المحاليل بيبقى فيها زي مثلا بيبقى فيها امينو اسيد، الامينو اسيد دي بتبقى اسمها دي امينو اسيد. دي امينو اسيد يعني ايه؟ يعني لما تمرر فيها ضوء تحرك الضوء ناحيه اليمين. وبعض المحاليل يبقى ال امينو اسيد، يعني لما تمرر فيها امينو اسيد ضوء بيقلبه ناحيه الشمال. قال لك في هنا عندي جروبين، جروب من الانزيمز بيشتغل على الدي امينو اسيد بيعمل لها اوكسيديشن، وجروب ثاني شغال على ال امينو اسيد بيعمل لها اوكسيديشن. الجروب الاولاني ده هيبقى اسمه دي امينو اسيد اوكسيديز و ال امينو اسيد اوكسيديز، بالرغم من انها نفس الامينو اسيد ولكن عشان دي بتحرك الضوء يمين طلع لها انزيم مخصوص، وعشان دي بتحرك الضوء شمال طلع لها انزيم ثاني. الانزيم اللي بيشتغل على التحرك شمال مش هو اللي بيشتغل على التحرك يمين، وبالتالي ده اسمه اوبتيكال سبيسيفيتي. اذا قبل ما ندخل على الميكانيزم نقول سريعا، احنا اتكلمنا على الجنرال بروبرتي، قلنا انها عباره عن ايه؟ كوره بروتين بتشتغل على ماده معينه. لخصنا الموضوع ده قلنا كونها كوره يبقى بيحصل فيها كونفورميشن تشينج تغيير عشان تلاقي شكل السبستريت بتاعها الى حد كبير. كونها بروتين يبقى هي بروتين النيتشر، وطبعا خاصيه ثانيه انها لما بتتسخن او بتتعرض لفيزيكال ايجنت بيحصل لها دينيتيريشن. كونها بتشتغل على ماده معينه قلنا يبقى عندها سبيسيفيتي، واخر حاجه قلنا انها معاها حاجه اسمها كوينزايمز. لما نيجي على السبيسيفيتي قلنا السبيسيفيتي دي خواص معينه او خاصيه معينه مميزه كمان للانزيمات. السبيسيفيتي دي قلنا ان فيها ابسوليوت سبيسيفيتي، جروب سبيسيفيتي، ريليتيف سبيسيفيتي، اوبتيكال سبيسيفيتي. قلنا الابسوليوت يعني بيشتغل على نوع معين من المواد، حتى لما جه اسمه اسمه لاكتيز مع اللاكتيك اسيد، وبالتالي خد نفس الاسم اللي بيشتغل بيه، وبالتالي بيشتغل على ماده معينه مش اكتر. قلنا جروب سبيسيفيتي يعني انزيمات بتشتغل على نفس او على جروب رابطه في الجروب مكان معين في الغالب. بمعنى ايه؟ البيبسين والتريبسين الاثنين بيشتغلوا على البروتين وبيشتغلوا على البيبتايد بوند، ولكن البيبسين بيجي يشتغل عند الامينو تيرمينال بتاع الاروماتيك امينو اسيد قلنا اي ام اي ام، وايه اما التريبسين بيدور في الرياكشن في البروتين كله على كربوكسيليك اند بتاع الديزك ويكسر بعضها. جينا على الريلاتيف سبيسيفيتي قلنا ان رغم ان في انزيمات بتشتغل على وايد رينج من السبستريت شويه زي اللايبيز بيشتغل على انواع ليبتس كتير برايس تريد فرايفر 200 وهكذا، ولكن بيشتغل بافينيتي مختلفه لان ليه سبيسيفيتي مختلفه لكل حاجه من دول. اما الاوبتيكال سبيسيفيتي يعني ايه؟ قلنا الاوبتيكال ان في امينو اسيد بتحرك او في بروتينات بتحرك ناحيه اليمين وبروتينات بتحرك ناحيه الشمال، ده الانزيم وده الانزيم لوحده. دي امينو اسيد اوكسيديز اللي بيحرك اليمين، دي امينو اسيد اوكسيديز والشمال الا امينو اسيد اوكسيديز. طيب اخر حاجه بس اللي بعرفها ان عندي حاجه اسمها الهولو انزايم. الهولو انزايم ده يعني كلمه هولو يعني كله، يعني الانزيم كله عباره عن ايه؟ عباره عن السبستريت، عباره عن الانزيم والكو انزايم اللي معاه، يعني الانزيم مع الكو انزايم اللي معاه الاثنين دول على بعض اسمهم الهولو انزايم. تمام؟ طيب والانزيم اسمه الايبو انزايم اللي هو بروتين النيتشر، اما الكونزايم بيبقى نون بروتين. دول الاثنين اول حاجتين عايزين نعرفهم عن الانزايمز. الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الانزايمز. كل انزيم لو مثلا بالمنظر ده نعرف عنه الايه؟ الانزيم ده في مكان كده، المكان ده هو اللي بيمسك فيه السبستريت، بيجي السبستريت يروح ماسك فيه. المكان اللي بيمسك فيه السبستريت ده هيبقى اسمه الكاتاليتيك سايت. كاتاليتيك يعني ايه؟ كاتاليسيس يعني تحفيز، كاتاليتيك سايت يعني موقع التحفيز، الموقع اللي بيمسك السبستريت. وتيجي كده بقى في الجنب في الحته دي كده مكان تاني اسمه الالوستريك سايت. ايه الالوستريك سايت ده؟ الالوستريك سايت ده مكان زي ما يكون مفتاح، مفتاح كده بشغل بيه الانزيم او اوقفه. لما حاجه تبقى عايزه تشغل الانزيم بتروح بتدلك على الالوستريك سايت تشغل الانزيم. لو عايزه توقفه بيوقف الانزيم برضه من الالوستريك سايت. وبالتالي المفتاح اللي بيشغل او يقفل الانزيم هو الالوستريك سايت، في حين الكاتاليتيك سايت ده المكان اللي بيمسك فيه اصلا السبستريت. الاثنين على بعض الالوستريك سايت والكاتاليتيك سايت دول الاثنين اسمهم الاكتيف سايت بتاع الانزيم. طيب لان باقي الجزء بتاع الانزيم ده نون اكتيف.
ايه هو الميكانيزم بتاع اللي بيشتغل فيها الانزيم؟ بدايه انا عندي سبستريت وادي الانزيم عشان يدينا البرودكت المعين. اي تفاعل بيحصل في الجسم لازم عشان يبدا التفاعل ده اصلا يحصل لازم يخش التفاعل كده ويروح دافع الدم او الضريبه للجسم بعد ما يدفعها ويتاكد منها يقول له اشتغل ويكون البرودكت. الدم او الضريبه دي اللي هي الطاقه الحد الادنى من الطاقه المطلوبه عشان يخش ايه؟ يخش التفاعل. لو ما معهوش فلوس او ما معهوش طاقه ما ينفعش يخش التفاعل. كتير من التفاعلات زي السبستريت بيبقى ما معهوش الطاقه الكافيه انه يتحول لبرودكت او ما معهوش فلوس كافيه يدفع عشان يعدي ويديني برودكت. الانزيم بيجي يعمل ايه؟ بيشتغل زي الواسطه بيقول ليه الجسم معلش عندي انا مش هحاسبه على 10 هحاسبه على 1. يعني بقلل حد الطاقه المطلوب خد منه جنيه وعديه. بقلل حد الطاقه المطلوب عشان يديني البرودكت. وبالتالي الانزيم الاكشن بتاعه او اهم حاجه فيه ان هو بيقلل الثريشولد او الحد الادنى بتاع الطاقه المطلوب عشان السبستريت يدخل التفاعل. فيقللوا الفلوس فلما يقللوا الفلوس السبستريت يبقى معاك طاقه كافيه اصلا او فلوس شويه صغيرين كفايه يا دوب يعدوا يوصلوا البرودكت. طيب ده الميكانيزم بتاعه ولكن بيمسك اصلا الانزيم في السبستريت ازاي؟ قال لك الانزيم بيمسك في السبستريت بطريقه من اثنين، حاجه اسمها ريجيد موديل وحاجه اسمها فليكسبل موديل. الريجيد موديل يعني ايه؟ موديل يعني طريقه او نظام وريجيد يعني جامده. يعني الطريقه الجامده او الطريقه الفليكسبل يعني المرنه. الطريقه الجامده يعني ايه؟ يعني الانزيم اللي عندي كده لو فرضنا ده الانزيم، الانزيم بيبقى ماشي بالمنظر ده كده. شكله كده. بيبقى متصنع بطريقه جامده ان هو يلاقي نوع واحد بس من المركبات اللي على قد المساحه دي بالظبط كده يجي يقف هنا او يمسك هنا. ده اسمه الريجيد موديل. الانزيم متصنع جامد ما بيلاقيش غير نوع واحد من المركبات عشان يشتغل عليها. مش بيتشكل على شكل المركب، لا بيبقى ليه شكل معين بيجي السبستريت يمسك فيه. ده الريجيد موديل، وعشان هو بالمنظر ده سموه لوك اند كي، يعني قفل المفتاح. زي ما يكون هو قفل وجه المفتاح او السبستريت ركب فيه. اما الفليكسبل موديل ده معناه ايه؟ انزيم بيتصنع بطريقه زي دي مثلا، شكل السبستريت شكله كده، بيروح جاي ومتشكل بالمنظر ده كده عشان يمسك السبستريت. شاف السبستريت بالمنظر ده كده بيروح متشكل كده عشان يمسك السبستريت. وبالتالي بيغير شكله، ادي الانزيم اهو، ادي الانزيم اهو، بيغير شكله على حسب السبستريت اللي معاه شكله عامل ازاي. عشان كده سموه فليكسبل يعني مرن، يعني بياخد شكل السبستريت اللي معاه. واتوقع ان الفليكسبل ده هيعمل ايه؟ هيتعامل مع انواع مختلفه من المركبات. وبالتالي زي مثلا لو فرضنا ده مثال على ايه؟ ده مثال على ايه؟ ده زي اللاكتيز اللي لسه قايلينه اللي ليه ابسوليوت سبيسيفيك ما بيشتغلش غير على نوع واحد بتصنع عليه واخد مقاسه بالظبط وشكله وطالع كده لو قال لك ايه. اما الفليكسبل ده زي ايه؟ زي ما قلنا من شويه اللايبيز، اللايبيز ده شغال على التراي ستيرين اللي هو شكل مربع والتراي فالنتين اللي هو شكل مضاد مدور وهكذا. واللايبيز اللي بياخد الكونفورميشن تشينج يعني شكل جديد بيتغير عشان يلاقي السبستريت اللي موجود في النص. ده الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الانزيم. نتعرف على الريت او المعدل بتاع شغل الانزيم. الانزيم بيشتغل بمعدل معين، بمعنى ايه؟ يعني انا عندي سبستريت كده وانزيم وبرودكت هينتج فيه الاخر. لو الانزيم ده مثلا حول كل السبستريت الى برودكت في دقيقه، حطيت انزيم تاني مختلف حول لي كل السبستريت الى برودكت في دقيقتين، حطيت انزيم ثالث حول لي كل السبستريت الى برودكت في ساعه. هستنتج ايه؟ ان الانزيم الاولاني بيشتغل بريت او بمعدل مختلف واعلى من الانزيم الثاني اللي هو اصلا بيشتغل بمعدل مختلف عن الاولاني وعن الثالث ومعدل اعلى من الثالث، وان الانزيم الثالث ده بيشتغل باقل معدل ممكن في الثلاثه. استنتجت ايه؟ استنتجت ان الثلاث انزيمات هنا ليهم ريت مختلف، وبالتالي طلعت بحاجه مهمه جدا ان في حاجه اسمها الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيمز، معدل شغل الانزيم. طيب لما اجي ابص كده هلاقي الوحده بتاعته اللي بتتقاس حاجه اسمها يونت مول بير 1 لتر برودكت بير مينت. يعني ايه؟
يعني هتحتاج كم مول، كم وحده مول من الانزيم عشان تشتغل على السبستريت عشان تديني لتر برودكت ناتج في الدقيقه. هحتاج 1000 وحده تطلع لي لتر برودكت في الدقيقه، ولا 500 وحده تطلع لي لتر برودكت في الدقيقه، ولا وبالتالي ده حاجه اسمها الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم. في عوامل بتاثر على الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم، قد ايه العوامل دي؟ هم بنقسمهم كده الى ثلاثه كاتيجوري. اول حاجه خالص انا عندي اصلا التفاعل عباره عن ايه؟ عباره عن سبستريت وانزيم وكو انزيم وبرودكت. وبالتالي اتوقع ان السبستريت ده هيفرق معايا والانزيم هيفرق اثنين والكو انزيم ثلاثه والبرودكت اربعه. ادي اربع عوامل بيفرقوا في الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم. النقطه الثانيه، مجموعه ثانيه، عوامل ثانيه بتاثر على الريت اللي هي العوامل البي اي. ايه هي العوامل البي اي اللي بتاثر؟ اول حاجه خالص عندي البي اتش، عندي التمبريتشر الحراره اللي فيها، وعندي التايم الوقت والفيزيكال ايجنت. يعني ايه الفيزيكال ايجنت؟ يعني العوامل الفيزيائيه اللي هنتكلم عنها دلوقتي. وبالتالي دول كانوا اربعه هم كاتيجوري، الاربعه التانيين ادي خمسه كده، سته سبعه ادي ثمان عوامل دلوقتي. النوع الثالث من العوامل بقى اللي هي العوامل حاجات بتنشط الانزيم وحاجات خارجيه بتهبط الانزيم. حاجات اللي بتنشط وحاجات بتهبط الانزيم. لما نيجي نبص كده على العوامل دي كده احنا 8 9 10 عوامل. طيب لما نيجي نتكلم عليهم عامل عامل كده بسرعه، بدايه كده لازم اعرف كيرف مهم جدا. الكيرف ده بالمنظر ده بيقول لي ان انا لو حطيت كده على المحور الراسي البرودكت او الناتج بتاعي، وحطيت على المحور الافقي التايم الوقت، وجيت بصيت على قد ايه برودكت بينتج في الوقت بتاعي، لقيت بصيت على الكيرف لقيت بالمنظر ده كده. ايه ده؟ قال لك دلوقتي انا عندي سبستريت، السبستريت ده مشغل عليه انزيم ادوني برودكت، فضل السبستريت الانزيم يشتغل على السبستريت يديني برودكت، فضل الانزيم يشتغل على السبستريت يديني برودكت، وهكذا الانزيم شغال على السبستريت يديني برودكت، لغايه لما جيت عند لحظه السبستريت خلص، الانزيم مش لاقي حاجه فما اشتغلش، فما عادش فيه برودكت بيتكون، فبقى نسبه البرودكت اللي متكونه ثابته. وبالتالي نقول تاني، لو انا عندي سبستريت وشغال مع انزيم عشان يتكون برودكت، هلاقي الكيرف بالمنظر ده. الكيرف بالمنظر ده اول حاجه، الكيرف اللي طالع ده عباره عن ايه؟ انزيم شغال على سبستريت بيتكون برودكت، البرودكت بيزيد 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 لغايه ما السبستريت خلص او البي اتش اتغير بتاع الوسط، يعني البرودكت مثلا دي بي اتش معين او كده، ف سبريتت الدنيا بعد كده، لان ما عادش فاضل برودكت، ما عادش فاضل سبستريت اشتغل عليه. لما نيجي نبص بقى كده على العوامل او الجزء الاول من العوامل بتاعتنا. اول حاجه السبستريت. السبستريت بيفرق ازاي في الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم؟ السبستريت بيفرق الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم كالاتي. قال لك دلوقتي انا لو خدت ده الريت بتاع الاكشن مع المحور الراسي، او حاجه ثانيه اسمها الفيلوسيتي. الفيلوسيتي يعني ايه؟ يعني سرعه الشغل بتاع الانزيم، هو معدل الشغل بتاع الانزيم، وحطيت على المحور الافقي كده بتاعي السبستريت. يبقى انا عندي سبستريت على المحور ده، والفيلوسيتي او الريت بتاع الشغل بتاع الانزيم على المحور ده. لو جيت ابص على الفيديو كده وبصيت على الكيرف بتاعهم، هلاقي الكيرف بتاعهم بالمنظر ده. حاولت افسر الدنيا اللي اتكونت دي. اولا بداية انا عندي سبستريت اهو. عندي مثلا دلوقتي 10 انزيمات، 10 انزيمات او 15 انزيمات اهم. ال 10 انزيمات دول موجودين في الوسط، وعندي خمسه سبستريت. الخمسه سبستريت مسكوا خمسه من الانزيمات بس، واشتغل الانزيم الخمسه الخمس انزيمات دول اشتغلوا على السبستريت بمعدل معين. لما جيت ازود السبستريت خليتهم ست انزيم، ست سبستريت، ست حلقات سبستريت، بدل ما يشتغلوا على خمسه بس من العشره بتوع الانزيم، اشتغلوا على سته من العشره بتوع الانزيم، سته من العشره انزيمات الموجودين، فعدد انزيمات اكتر اشتغل، فالبرودكت فالريت الناتج زاد. لو وصلت لحطيت ثمان او تسع تسع سبستريت، هيشتغلوا على ثمان انزيمات من العشره، وبالتالي الريت
بتاع شغل ال 10 انزيمات دول هيزيدوا لان 8 بقوا شغالين بدل 5. لو وصلت ل 10 انزيمات، لو 10 سبستريت موجودين هيمسكوا في ال 10 انزيمات عشان يشتغلوا، ده هيديني اقصى سرعه ممكنه لما يبقى ال 10 انزيمات ماسكين في 10 حتت سبستريت قدهم. طب لو وصلتها وزدت ل 12 سبستريت هم 10 انزيمات بس اللي موجودين، وعشان هم 10 انزيمات بس اللي موجودين مش هيمسك اكتر من كده، الانزيم مش هتشتغل اكتر من كده لانها وصلت لحاجه اسمها الفيلوستي ماكسيمم، اقصى حاجه ممكن تجيبها اللي هتوصلها انت لما كل الانزيمز تمسك في كل السبستريت اللي موجوده عندك. وبالتالي مهما تزود ولو حطيت 1000 سبستريت هو الفيلوستي مش هتزيد عن كده لان الانزيمات بس اللي عندي 10. ده اللي حصل هنا بالظبط، السبستريت كان موجود والريت او الفيلوستي اهي. كل ما زود سبستريت يمسك في انزيمات اكتر. كل ما زود سبستريت يمسك في انزيمات اكتر. لغايه ما وصلت لمرحله كل السبستريت مسك في كل الانزيمات. ما عادش فاضل الانزيمات يتمسك فيها. فكل ما زود سبستريت بعد كده اهو كل ما زود سبستريت ما بيزيدش الفيلوستي او ما بيزيدش الريت لان اصلا ما فيش انزيمات فاضله يمسك فيها. ومن هنا جت حاجه اسمها الفيلوستي ماكسيمم او اقصى سرعه ممكنه اللي بتتحقق امتى؟ بتتحقق بعد اما كل سبستريت تمسك لما كل الانزيمات تبقى ماسكه فيه سبستريت، بعد كده زياده السبستريت مش هتفرق معايا. ومن هنا بقى السؤال ان الموضوع ده بيختلف من ماده للتانيه، بمعنى ايه؟ في ماده بتحب الانزيم مجرد ان انت لو عندك 10 سبستريت هيمسكوا بال 10 انزيمات على طول لان هم بيحبوا بعض. في مادة تانية لا، الانزيم اصلا بيكره السبستريت. ده الانزيم وده السبستريت. الانزيم اصلا بيكره السبستريت. عشان 10 من الانزيم ال 10 دول عشان يمسكوا في السبستريت لازم تحط له 100 يقعدوا يتحايلوا على الانزيم عشان يدوب منهم 10 يمسكوا فيه الانزيم، 10 من السبستريت يمسكوا في الانزيم. في سبستريت ثالث الانزيم بيكرهه جدا، حط له 1000 حته فيه ال 100 في الوسط عشان يا دوب 10 منهم يمسكوا الانزيم. وبالتالي دي افينيتي مختلفه، كلمه افينيتي يعني حب. يعني ايه؟ يعني الانزيم بيحب السبستريت بمعدلات مختلفه. في انزيم بيحب السبستريت وبالتالي يا دوب كميه قليله من السبستريت تكون تمسك في الانزيم وتوصل للفيلوستي ماكسيمم. في انزيم ثاني محتاج تزود شويه النسبه بتاعته عشان يمسك منه 10 اهو في السبستريت في الانزيم عشان يوصلوا للفيلوستي ماكسيمم، وده لازم تحط منه 1000 عشان 10 منه يمسكوا فيه الانزيم يوصلوا للفيلوستي ماكسيمم. استنتجنا ايه؟ ان الافينيتي او العلاقه ما بين الانزيم والسبستريت بتفرق. كل ما كانت الافينيتي عاليه العلاقه فيها حب ما بين الانزيم والسبستريت، كل ما احتجت كميه سبستريت قليله عشان تمسك في الانزيم. كل ما كانوا بيكرهوا بعض يعني الافينيتي قليله كل ما احتجت كميه سبستريت اعلى عشان تمسك الانزيم. طيب قالوا ان في حاجه اسمها الكي ام. يعني ايه الكي ام؟ الميخانيز كولستر ده بيقول ايه؟ بيقول قد ايه من السبستريت بيمسكوا في نص بيمسكوا في الانزيمات عشان يوصلوا لنص الفيلوستي ماكسيمم. يعني قد ايه من السبستريت بيوصلوا لنص الفيلوستي ماكسيمم. جيت عند الفيلوستي ماكسيمم وقلتها من 4 جيت قصادها كده عند الاثنين ده نص الفيلوستي ماكسيمم، الاثنين دي عايزه قد ايه سبستريت؟ والله معنى الفيلوستي ماكسيمم اصلا ان كل الانزيمات تبقى ماسكه في السبستريت وشغاله. عشان اوصل لنص الانزيمات تبقى ماسكه في السبستريت يبقى لا تبقى ماسكه في السبستريت هتدوني نص الفيلوستي ماكسيمم. ونص الانزيمات هتمسك بمعدل مختلف، والله لو الانزيم بيحب السبستريت يبقى نص الصليب انا محتاج كميه سبستريت قليله عشان تديني الكي ام. لو الانزيم بيكره السبستريت يبقى زودي بقى السبستريت كده هات لي مثلا كميه سبستريت ازيد عشان يدوب نص الانزيمات تمسك ويديني نص الفيلوستي ماكسيمم. بيكرهه خالص يبقى انت محتاج كميه سبستريت كتير قوي عشان يدوب تمسك فيه نص الانزيمات تديني نص الفيلوستي ماكسيمم او الكي ام. وبالتالي كلمه الكي ام يعني ايه؟ يعني قد ايه من السبستريت قد ايه من السبستريت بيوصلوا او بيحققوا نص الفيلوستي ماكسيمم. دي بتختلف مع على حسب الافينيتي، طبعا العلاقه عكسيه، لو الافينيتي عاليه يبقى محتاج كميه سبستريت قليله لان مجرد انه يلاقي 5 6 في الوسط هيجري يمسك فيهم عشان يحقق نص الفيلوستي ماكسيمم. لو الافينيتي قليله يعني بيكرهوا بعض يحط لي كميه كبيره من السبستريت عشان توصلني للفيلوستي نص الفيلوستي ماكسيمم او الكي. ده كان الجزء بتاع الافكت بتاع السبستريت.
طيب الافكت بتاع الانزيم، الافكت بتاع الانزيم هو عكس شويه الافكت بتاع السبستين. بمعنى ايه؟ لو عندي ميديا كده، انا دلوقتي ده عندي انزيم وده الفيلوسيتي بتاعه او السرعه، عندي 10 هنقلبها، عندي 10 سبستريت، 10 سبستريت وعندي 3 انزيمات، 10 سبستريت و3 انزيمات موصلين لسرعه معينه، كل ما تزود الانزيمات 8 هيمسكوا فيه 8 من السبستريت، 8 من 10 دول، وبالتالي السرعه هتزيد، وصلتها ل 9 هيمسكوا في 9 من السبستريت، وبالتالي هيشتغلوا بمعدل اسرع، السرعه هتزيد، وصلتها ل 10 انزيمات اللي هي دي 10 انزيمات اهم، هيمسكوا في 10 سبستريت اهم، هيمسكوا في 10 سبستريت ويحققوا اقصى سرعه ممكنه، بعد كده لو زودت ووصلتهم اديت 20 انزيم هم 10 بس منهم اللي هيمسكوا، وبالتالي الاكسس انزيم مش هتلاقي اصلا سبستريت تمسك فيه، وبالتالي معدل السرعه بتاعتهم هيبقى ثابت، لان كميه السبستريت كلها ماسكه فيه الانزيم اللي موجود، كميه السبستريت كلها ماسكه عامله اقصى سرعه ممكنه، وبالتالي كل زياده الانزيم دي مش هتفرق في السرعه بتاعتها. السرعه بتنتج عن ايه عشان نبقى فاهمين؟ بتنتج عن ان سبستريت ماسك في انزيم، بتنتج عن سبستريت ماسك في انزيم يدوا سرعه، كل ما تزودت بقى الليله دي كل ما السرعه تزيد. طب اصلا لو السبستريت ده هو ثابت يبقى زودت الانزيم من غير ما يبقى قد السبستريت، الاكسس ملوش لازمه. طب لو الانزيم ده اللي ثابت يبقى زودت السبستريت من غير ما يبقى قد الانزيم، الاكسس سبستريت برضه ملوش لازمه السرعه. العامل الثالث الكو انزايم، قالوا ان الكو انزايم ده شبه الانزايم. العامل الرابع اللي هو البرودكت، البرودكت قال لك لما بزود البرودكت ده السبستريت اهو وده الانزايم اهو وده البرودكت، لما البرودكت بيزيد بيروح يقول السبستريت كفايه ان انا كميت كتير، وقبل بقى تحويل السبستريت لبرودكت سواء كان ناتج عن ايه؟ ناتج عن الاكيوميليشن ان هو بيتراكم، او ان هو ممكن يكون ليه بي اتش معين بيغير الوسط اللي شغال فيه الانزيم فالانزيم ما يعرفش يشتغل، او اللوستريك انه بيروح بيمسك اللوستريك سايد بتاع الانزيم كده ويوقفه عن الشغل. دول كانوا اربع محاور بيفرقوا في الريت بتاع الاكشن بتاع الديزاين. الباقي ده سهل غالبا. اول حاجه البي اتش، البي اتش بتفرق ازاي في الاكشن بتاع الانزيم؟ قال لك كل انزيم ليه بي اتش معين على تدريج البي اتش كده ده بيبقى اسمه اوبتيمم بي اتش. اوبتيمم بي اتش يعني ايه؟ يعني احسن بي اتش يشتغل فيه الانزيم. كل ما تبعد سواء بزياده او نقصان عن البي اتش الشغل بتاع الانزيم بيقل. ده بالنسبه للجزء بتاع البي اتش. بمعنى ايه؟ لو جيت بص مثلا على التريبس مثلا شغال فيه بي اتش 8.6، ده احسن بي اتش يديني احسن سرعه ممكنه. كل ما تزود بقى تبقى 9 10 وهكذا او تقل 7 6 وهكذا معدل شغل الانزيم بيقل. بالنسبه للتمبريتشر برضه قال لك انا عندي هنا زيرو تمبريتشر مفيش شغل الانزيم اصلا. كل ما تزود الحراره يزيد شغل الانزيم. لما توصل لدرجه حراره 37 ل 45 يبقى الماكسيموم شغل للانزيم. لو جيت بقى زودت على 45 وصلت مثلا لدرجه حراره زي 60 او 70 هيحصل حاجه اسمها ديناتيوريشن، يعني الانزيم اصلا يبوظ فمش هيشتغل. من 60 ل 75 فزيرو مش هيشتغل، كل ما تزود هتزيد. 37 ل 45 دي اقصى درجه، اقصى او ماكسيموم تمبريتشر بتاع شغل الانزيم، لان دي الحراره بتاع الجسم 37 وهكذا 60 ل 75، يبقى انت كده بتولع في الانزيم اصلا مش هيشتغل، هيحصل له ديناتيوريشن. عنصر الطاير بيقولوا ان هو لازم يتاخد تيك انتو كونسيدريشن، يعني خد بالك منه وانت بتعمل ال لانه بيفرق فيه الريت، الوقت بيزيد ولا بيقل عشان يحول لسبستريت برودكت لازم تاخده انتو كونسيدريشن. الفيزيكال ايجنت بيقولوا الاتي، اللون الاحمر واللون الازرق هيزودوا شغل الانزيم، الالترا فايولت هتقلل شغل الانزيم، ونفس القصه لو في فيزيكال ايجنت بيعمل ديناتيوريشن هيقلل شغل الانزيم.